باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في قرايات النهاردة بيتكلم عن الوكيل الأمين، الأمانة يعني. وفي لو تاخدوا بالكم في إنجيل عشية بيتكلم اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم، كلم عن السهر. وفي إنجيل باكر يقول انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون متى يكون الوقت. فمن ضمن الأمانة أن الواحد يكون سهران. سهران يعني إيه؟ كلمة سهران يعني إيه سهران؟ إحنا عارفينها سهران دي بالنسبة للي بيذاكر، اللي بيشتغل، اللي وراه حاجة مهمة عايز يعملها بالليل، يبقى عايز وقت أطول عشان يشتغل فيه وعايز يشتغل أكتر، سهران، وبيجاهد طول الليل عشان ما ينامش، مش عايز ينام لأنه حاسس الوقت، حاسس إن الوقت مهم ما يضيعش منه، الوقت ما يضيعش منه. وبنفس الوضع بالنسبة لحياتنا على الأرض هنا، الوقت بتاعنا ده ممكن يضيع في حاجات ملهاش أهمية، يضيع في حاجات ملهاش أهمية، والواحد يلاقي حياته ضاعت. أنا كسبت ولا ما كسبتش، ولا اتخانقت ولا خدت كذا ولا ما خدتش، ولا فلان قال لي ولا قلت له، حاجات كلها في الآخر خالص. يجي في لحظة كده يفاجئ نفسه، يلاقي يبص لوراه كده، خصوصا لما كل واحد في حاسس كده انه ممكن يقابل المسيح، يبص يقول ايه اهمية ده كله، ما يسويش حاجة، خلاص خلاص كل ده ما ايه، مالوش قيمة، مالوش اهمية، ما بقالوش، انا عايز حاجة اهم من كده، انا ببص للأبدية. فعشان كده ابليس بيخدعنا دايما، عايز يضيع الوقت منين؟ مننا. فلما نقول اسهروا يبقى معناها ان ايه، ان ما تضيعوش الوقت. الوقت ايه؟ معلمنا بولس الرسول قال الوقت مقصر والايام ايه؟ شريرة. فمن ضمن الامانة بتاعتنا ما نضيعش الوقت. عارفين لو موظف كده راح الشغل وابتدى عايز يضيع 8 ساعات بتوع الشغل في اي حاجة، فشمال في مين في مش عارف ايه، جت الساعة بقى وقت الشغل، خلاص بقى خلصوا بقى، خلصوا خلاص، اهو وقت الشغل خلص، اديني جيت الشغل وخلاص. لكن لو جه يتحاسب انت عملت ايه، لو طب عليه المدير بتاعه قال له تعالى انا حاسبك، عملت ايه بالظبط في الثمان ساعات، هيمسكه ايه ويقول له انت غير امين، انت غير ايه امين. فالسهر يعني ان انا ما ضيعش الفرص، ما ضيعش الايه الفرص. ساعات ناس نقول لها تصلي يقول ما عنديش وقت. طب امال عندك وقت لايه؟ عندك وقت لايه؟ ما الله لما خلقك خلقك عشان تعرفه في الدنيا ديت. لو ما عندكش وقت تعرفه من خلال حياتك الابديه والصلاه والاهتمام بالصلوات والانجيل، وانك تركز شويه وتهدى شويه عشان تشوفه وتعرفه، طب انت عندك وقت لايه؟ ممكن يكون عنده وقت لحاجات كتيره خالص، في وقت لحاجات كتيره، بس ما فيش وقت لايه؟ لأنه هو يعرف ربنا. لما جينا هنا الدنيا جينا وأهم حاجة في الدنيا دي هنطلع بيها هي معرفتنا ربنا يسوع المسيح. عشان كده يقول لنا في رسالة معلمنا بولس الرسول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. دي النقطة الأولانية عايزين نتكلم فيها، الوقت. وقتي أغلى ما عندي هو وقتي، أغلى ما عندي هو وقتي. صدقوني أبونا تدرس يعقوب كنا نشوفه ساعات بين الوقت والوقت معاه مذكراته ومعاه حاجاته بيترجم وبيعمل لنا الكتب بتاعة تفسير الآباء الأولون اللي انتم تشوفوها بيترجمها. فبين الوقت والوقت يقعد على جنب ويعمل ايه؟ ويقعد يشتغل، ولكن مش عايز يضيع وقت خالص، مش عايز يضيع وقت خالص. عارفين ساعات العيال الصغيرة تكون هاوية انها تلعب يبقى مش عايز ينام، سهران عشان اللعب بتاعه، عشان حاجة مهمة بالنسبة له، مش عايز ينام، مش عايز يسلم كده يدخل السرير وينام كده، لا مش عايز، هو عايز يفضل يلعب كده. طب احنا بقى احنا الكبار احنا مش يبقى مهتمين وعندنا اهتمام كده، اهتمام روحي؟ الاهتمام الروحي ده نوع من الايه؟ من السهر. مشغول روحيا، عايز
أنمو في النعمة ومعرفة ربنا يسوع المسيح. واللي هو المعرفة بتاعته عايزة وقت. ده المعرفة بتاعته دي ما تخلصي، لأن دي معرفة روحية يعلنها لي كل شوية، كل ما يلاقيني ما يلاقيني عايزه، كل ما أطلب يديني، كل ما أقعد قدام الروح القدس كده الروح القدس يشتغل فيه، أقعد قصاده كده الروح القدس يديني، يفيض عليا يفيض عليا. عشان كده المزمور بتاع الإنجيل اللي اتقرا النهاردة يقول ايه المزمور، خلي بالكم، يقول فم الصديق يتلو الحكمة. ما ده عايز وقت، ده فم الصديق يعمل ايه؟ يتلو الحكمة، يفكر نفسه بيها تاني وتالت ورابع، يتلو الحكمة. وايه تاني؟ ولسانه ينطق بالحكم، احكام الله لسانه ينطق بالحكم. ناموس الله في قلبه. ناموس الله فين؟ ناموس الله فين؟ في قلبه. ناموس الله فين؟ في قلبه. طب تيجي منين في قلبه؟ من غير فمه ومن غير عينه ما تبص ومن غير لسانه ما بيقول في كلام ربنا، فقومي يبقى في قلبه. وهيجي ازاي في قلبه من غير ده كله؟ فده مهم جدا. وبعدين يقول لنا كلمة كده، يقول ايه؟ ولا تتعرقل خطواته. عارفين تتعرقل دي يعني ايه؟ تتعرقل خطواته يعني هو ماشي في السكة يتعطل فيقع. عرق الخطار نكعبله. هو في حد ممكن يكعبلنا؟ في حاول يكعبلنا؟ في حد بيكعبلنا؟ الشيطان طول النهار بيعمل ايه الشيطان؟ همه كله ايه؟ يعرقل ايه؟ يعرقل ايه؟ خطواتي، يشغلني في حاجات تانية بحيث يعرقل خطواتي. حرب الشيطان الاولى هي خداع الناس، بحيث يخدع الناس يخليهم يمشوا في سكة تانية او ما يمشوش في سكة ربنا، او يتعثروا ما يمشوش ما يكملوش. دي حرب الشيطان الاولى. هو الشيطان بيحاربني؟ طبعا بيحاربني. طب يحاربني ده انا ضعيف، حتى الضعيف هو الشيطان بيعطي حد. ساعات عند الناس فكر كده، يقول لك يا بيحارب الانبا انطونيوس وبيحارب الانبا بولا، لا ويحاربك انت كمان. ده اذا كان الشيطان الخنازير اللي هي حيوانات عجماء غرقها فين؟ غرقها في المية ساعة الراجل اللي عليه اللاجئون. اصلا هو شرير جدا. اللي عارفين زي ما يكون واحد شرير كده، لقى واحد بيطلع في النفس كده ويقوم يقتله اكتر، يكمل عليه اكتر. طب ليه بتعمل كده؟ يقول لك كمل عليه اصله شرير. فالشيطان سواء انا متقدم روحيا او مش متقدم روحيا عايز يهلك، يكمل عليه. يلاقي الوحي يكمل عليه يجيبه ارضا. فدي مشكلة الشيطان، ان هو عايز يجيب الناس كلها ارضا، سواء هو مستوى روح عالي نص نص، سواء يقول لك احسن بعدين يتوب في يوم الايام، اجبس على نفسه بحيث ما تخلوش خالص، ما يقومش تاني خالص، احسن بعدين يتوب، احسن بعدين يصحى لنفسه ويصحى لربنا ويخلص، فانا انهيه خالص. فالشيطان بيحارب الكل. وبعدين الانجيل يقول لنا ايه؟ يقول لنا ابليس عدوكم كاسد، اسد زائر مفترس، عايز يعمل ايه؟ عايز يهلك. فنعمل ايه طيب؟ قال ما تخافوش منه، قوموه راسخين فين؟ يعني قوم وانا قوم الشيطان. قال ما انت لما تبتدي تقاوم هتبص تلاقي في نعمه جات لك، امداد جالك، امداد جه عشان يسندك. طب انا مين؟ انا هيجي لك الامداد. عارفين لما يكون كان في مثال كده اقوله لكم كده، ساعات كانوا اتنين يتصارعوا مع بعض، فواحد بره الحلبه والتاني زميله جوه، اتنين واتنين، بس اللي جوه الحلبه اتنين. وبعدين قوانين اللعبة كده، لو اللي جوه الحلبة تعب قوي يفضل يقرب منين؟ من اللي بره ويلمس ايده، اول ما يلمس ايده التاني بقى بصحته ينزل ده يطلع والتاني ينزل بقى. ده اللي بيحصل معانا لما احنا بنمسك في ربنا ونروح نلمس ايده ونقول له عايزينك امانته، يقول ما سيبكش وانت في ضعف كده وانت طالبني، ده انا حنين وانا رؤوف. يوم يدخل المسيح او المقاوم ابليس، المسيح
يقول لك انت عايزني بدل انا عايزني انا اجي لك، ها، ويقوم يسندني. فعشان قاوموا ابليس، قاوموا ابليس فيهرب منكم، اصل انا هاجلكم في الوقت ده. تمسك بما عندك الى ان اجي. هتيجي يا رب؟ اه هاجي. الخداع بتاع الشيطان بيحاول يعمينا بافكار وبحاجات كتيرة جدا، افكار ومبادئ كأن احنا صح. فهنا معلمنا بولس الرسول حكى على الكلام ده، حكى على الكلام ده، حكى اني في كورنثوس انقسموا، كل واحد حاسس انه حقاني. ناس بتقول انا مع بولس، وناس تقول انا مع مين؟ مع بولس. كل واحد فيهم. وبعدين طب وبعدين فلاقهم بيتخانقوا. في الحقيقه هما الاثنين كانوا الشيطان عميهم، بس حاسين ان هما صح، كل واحد حاسس صح. لكن في الحقيقه هما الذات اللي جوه هي اللي كانت الذات اللي جوه شغاله. ده اللي تبعي، ده انا متعصب لبولس، فانا لما ارفع بولس يبقى انا اترفعت، انا بتاع بولس. والتاني ده انا بتاع ابولس، لما ابولس اسمه ينتشر اكتر يبقى انا كمان مع ابولس، بقيت تبعه. والحقيقه بقى حسد وخصام، ما بقاش حسد وخصام بينهم، مش من اجل الحب ولا من اجل الحق. طب مين عمل فيهم الخداع ده بقى؟ مين خدعهم؟ كل واحد بيدافع كانه بيدافع عن الحق. الشيطان بيخدع الناس، الشيطان بيخدع الناس. عشان كده بيقول لنا اسهروا. مش اي حاجه انا بعملها واي فكره جوه دماغي، حتى لو كانت فكره حلوه، حتى لو كانت فكره انا شايفها انها حلوه، انها حلوه بجد، تكون حلوه بجد، ممكن تكون مش مظبوطه. الشيطان يعمل خلي بالكم. عارفين اللي سهران وهو سهران بالليل يوم يعني يتقفل كده، ها، ويبص للكتاب يسكع ويقع كده. طب عايز يسهر، يبقى بيحاول يفتح عينه عشان يشوف اللي قصاده ويبقى مصحصح. او الشيطان بيخلينا كده نغفل ونسكع كده، ما ناخدش بالنا من اللي قصادنا، عشان اتعمي على اتعمي. الحرب الاساسيه الشيطان يخدعني عشان اتعمي، ما اشوفش السكه الصح المظبوطه بتاعت مين؟ بتاعت المسيح. قوم اسلك في سكه تانية، قوم تتعرقب خطواتي عشان كده. لكن المسيح هو النور اللي بينورني ويفتح عيني، مش المسيح بيفتح عينين العميان بيقول في كتاب مقدس، فيفتح عيني. طب تيجي ازاي دي ان عيني تتفتح واعرف ان الحماس اللي فيا ده غلط، او فاكر نفسي معايا الحق وبعمل حاجه كده ان ده غلط؟ بالصلاه. لما بصلي بسهر في الصلاه عينيا تتفتح واعرف السكه ده صح ولا غلط. خلي بالكم. يبقى لما اصلي هاخد استناره، عشان كده اقول له انر عيني لالا انام نوم الموت. يا ما ناس تفكر ان معايا الحق، ده عمل فيا وسوى فيا وخلى فيا، وعشان كده الحق ان انا حق، ده الحق، ده انا اقول له كذا واعمل فيه كذا عشان هو غلطان. لكن اهم حاجه هو اصلي عشان ينور اسهر. اصل الفكر ساعات يبقى يلح على الواحد، يلح يلح يلح، لا انت صح، لا عمل، لا سوى، لا ازاي يعمل كده. انا عليا ان انا افضل اصلي عشان اللح الكتير ده بتاع ابليس عايز يغمض عيني، بحيث اغفل عن 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 وصيه المسيح، واعمل انا وافكر نفسي ان انا دين وبخدم وبعمل وبسوي وخلي بابني. لكن هنا بيقول لنا في البولس اللي تقرا، خلي بالكوا احسن يكون واحد بيبني قش، خشب، طيب اي حاجه من الحاجات دي، لكن اللي يبني ذهب على الاساس. مفروض يبني ذهب ده يعني حاجه بتاعت السماء، الذهب ده يعني حاجه تدوم. لكن اللي يبني اي كلام وحاسس نفسه ان انا اديني بعمل خير، اديني بعمل كذا، اديني، لا دقق. عشان كده اقول اسلكوا بالايه، اسلكوا بالايه، بالتدقيق، لا كجهلاء. ده السهر، امال ابقى سهران ازاي غير لما اسلك بالايه، بالتدقيق، وعينيه تبقى مفتحه الوصيه بتقول بالظبط، ما بقاش كله ماشي اهو ماشي وخلاص. ها، احنا بنيجي الكنيسه وخلاص، بنيجي الكنيسه بس عايزه افهم،
مش اجي وبس، لا اجي وافهم، بصلي وخلاص، لا ما ينفعش، بصلي وانا سرحان، ما خلي بالك، بصلي في ما 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 بصلي وفي مشاعر وحشة، ما ينفعش. هنا بصلي يا رب ابعد عني المشاعر دي. عشان كده السهران يسهر كمان على قلبه. يعني يسهر على قلبه، يعني الافكار اللي جوه قلبي افحص نفسي. مش معلمنا بولس الرسول بيقول يمتحن الانسان نفسه؟ يعمل ايه الانسان؟ يمتحن ايه؟ يعني يمتحن، يعني يقعد ويدقق مع نفسه. ليه لما شفت فلان اتخذت؟ ليه لما شفت فلان خدت موقف كده مش حلو؟ ليه لما شفت فلان جاب عربيه جديده من جوه كده، ايه يعني دول هم طلعوا لي قوي كده، هم جاب ده كله منين؟ ليه الافكار دي؟ دي افكار جوايا ابليس بيعمل ايه؟ بيزرعها. هل الافكار دي جايالي على ذات فيا في حبة حسد، في حبة كبرياء، في حبة إدانة؟ أو الشاطر بقى اللي يقعد لنفسه على إيه؟ على الوحدة كده ويرد نفسه بسرعة ما يبقى سهران. لكن لو بلعها الشيطان الدهالي وبلعها، بلع دي وبلع دي وبلع دي وبلع دي، ولك ما احنا بنحضر القداسات وبنصلي، في إيه؟ عندك يا فلان؟ ما عنديش حاجة. إيه يعني؟ هو مش واخد باله، هو عنده بس مش واخد إيه؟ خلي بالكم عنده مش ما عندوش. عشان كده مفروض نقعد ونسهر ونفكر اسهر على ايه؟ على خلاص نفسي، عشان بعدين يسرقني، يعرقل خطواتي. دي الامانة بتاعتي، ادخل للعمق في الحياة الروحية، مش موضوع شكليات وبس. وانا صليت وقريت زي ما الناس تقولك قريت للأجبية، لا ده انا عايز اللي انا بقراه ده ينطبع فيا. الكلام مش صعب ولا حاجة، اللي يبتدي المسيح هيعمل ايه معاه؟ هيديله، هتلاقي حبة بحبة بحبة. نشكر ربنا هو حنيته كبير علينا، مش بيكشف لنا كل حاجة مرة واحدة، لكن كل ما بنبتدي عشان ما يأسناش. بس انا ابتدي خطوة وهو يعمل ايه؟ اقرب منه خطوة يقرب مني هو كمان، اقتربوا الي اقترب اليك، اسهر شوية يوم يفتح عيني هو، يديني مشاعر حلوة، ينجيني من حاجة، يكشف لي، ماشي معايا في سكر. هو ماشي معايا فين؟ في السكر. مش عايزين نحس بإحباط، لكن عايز أقول الموضوع يستحق، وهو مش هيسيبني، هو هيسندني. خلي بالكم الطريق الروحي ده طريق ربنا بينميني فيه وبياخدني يدربني، زي ما انا بدرب عيل الصغير ده، علمه المشي وعلمه يجري وعلمه في علم علوم وعلمه يتعامل ازاي. هو كده بيعمل معايا كده طول غربتنا وحياتنا، فكروا حد اتعلم خلاص، ده احنا بنفضل نتعلم لغاية اخر وقت، اخر نفس نتعلم ونقول له علمنا. بس شطرت انا بقى ايه؟ ابقى مصحصح وعايز اتعلم زي التلميذ المجد كده اللي ايه؟ اللي ماسك في مين؟ ماسك في معلم ويقول له علمني، عنده استعداد يتعلم. هتقول لي طب وخطايا ده انا اكتشفت انه وحش قوي. معلش بيقبلنا حتى لو وحشين عشان عايزنا نتقدم لقدام، بدل احنا عايزين يقولوا ايه يعني ما انا عارف ان انتوا وحشين. انا عارف ان انتوا وحشين وضعفة، بس انا همد ايدي وامشي معاكم وحبة بحبة كده. هيطهرنا وينقينا ويعلمنا ويفهمنا ويمشي معانا في السكة الحلوة. مش بيقول ان ايه الذي يعلم يدي القتال واصابعي الايه الحرب. وانت يا داود كان رجل محارب عظيم، عرفت ده كله ازاي؟ قال ولا حاجة، ده في الاول هو ايه حطيت نبلة كده لعب عيال، نبلة وزلطاية كده عشان احارب جليات، وهو اللي خد الزلطاية اللي طالعة وايه وعملها فين؟ وصلها في جليات دوت، راس جليات المفتري، فوقع قوه ربنا. طب بعد كده قال انا ولا حاجه مش فاهم، قعد يعلمه بقى ويدربه حبه بحبه في المملكه، ويهرب من شاول ومش عارف يروح فين ويدخل حروب، ربنا معاه سنده في كل ده لما بقى داود العظيم. فبرضه حربنا مع الشيطان كده. هتقولي انا ضعيف، وماله ضعيف ضعيف؟ هتصلي صلوية وينجيك، زغنطوط على قدك وينجيك، وبعد كده صلوية تانية ويعلمك تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وسابع، وكل يقولك برافو ويشجعك لما ايه تبقى فيك نعمة وفيك قوة وتصلح لملكوت السماوات.
احنا في الارض دي ليه؟ لكي نؤهل لملكوت السماء. في ايه بتقول كده؟ تؤهلون لايه؟ للملكوت. احنا هنا في الارض عشان ايه؟ نؤهل للملكوت، مش يعني عشان نكسب ومش عارف نرعى اولادنا ونتجوز ونخلف ونجيب اولاد ويبقى لنا اسم. حلو ده كله، بس مش هو دوت. اهم حاجة نائلين غاية ايمانكم خلاص ليه؟ النفوس مصحصحين ولا لا؟ احنا انتوا هنا في الارض ليه؟ احنا ليه في الارض هنا؟ صحصح للهدف بتاعنا، نصحصح. كل ما تكون امين، كل ما تكون مصحصح، كل ما هيديك، كل ما يبقى لك بركة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد لأبد كلها، أمين.